Okay. حبيباتي انا رح روح شوي عند الدكتور سياحه وبرجع اوكي انتوا حلو واجبكم لما تخلصوا وين بدكم اياه يلا شكرا ماما باي انك شو تعبت ايدي كملي لي الواجب هذا واجبك ما خصني هذا واجبك حرام عليك يعني صار ساعة عم بشتغل فيه هاي بس اخذ اشتغل بس شوي سالفيز كاميرا معكي 5 دقائق انت اصلا لازم تحلي واجبك من واجبي واجبك هاد اوكي معكي 5 دقائق اذا ما بتخلصي بتشوفي محرم واصلا زيادة عندي انا هيدا مثل الحمرة انتي لا طيب شو بعملي ماش مطلوب تعملي شيء وزيادة شوفي يتغير انتي لا طيب شو بعملي قولك ما بدك تفسخيني انتي مالك نظيفة انا خلصت خلصتي لي شكرا بس بدك تعيدي كمان هون شو فيك طيب بس لأنه رح كون شوي منيحة معك اليوم رح خليك تاخدي حبة كي بس يعني ما نعم بقدر بفتح لك اياها عطيلة من ما أصلا هي إلة لا هي إلة أنت جبتي ليها إلة لا لا خدي حبة واحدة بس حبة واحدة بس خدي اوكي بعطيك 2 بس تعطيني صينية الي اوه نسيت كوب الماي هاي قلتلك الي ما بدي اسمع الصوت كليها جوا مش عقلاني بلا لا انت عم تعمل شو ما بيحتم انا عش بديك شكرا مش لقلك
عادي. طب بس كتير برد هون، ليش انتي عم تتغطي وانا بردانة؟ وكمان كان بدأت تسدد شعري، وكمان كل يوم عربي. أنا متغطية كل يوم بتاخذ أحلام مني، عم بحضر، هي أخذت الريموت مني. خلص روان. أمي إذا تدي اسمي أنا فلورا مني روان. أوكي بس يا فلورا شو عملتي لأختك؟ أول شيء وقفة يا روضة، شو عملتي روان؟ قصدي فلورا. بالأول خلتني أحل واجباتها، وكمان خربصت لي على الواجبات. ثاني شيء هي كانت عم بتاخذ أخذ الموت مني وخطت شو ما بدها. ثالث شيء كان بدها تاخذ أحلام مني، ورابع شيء شدتني بشعري. يعني كل هول انت سويتي لأيام؟ كذابة. يعني انت طلعتي، انت يعني بتشوفي هون انه هي عم تمثل؟ ما هي طول عمرها بتمثل، انا ما بمثل. خاف عادي ايد ايدك. انا هيدا بيت ما في ولا تتخانقوا مع بعض. تفضلي.